مشكلة كمان السولار والمحروقات. لسه في لسه في 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 وين في؟ انا بقول لي فيش، انا بحكي مع اسم المستشفى بقول لي فيش. ايش بابا مستشفيات يعني؟ لا لا في بنزين، هي بنزين على الله تبروها المحطة بروها في بنزين يعني. يعني الجماعة ماسكة كل الامور المحروقات؟ اه حتى لا 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 اللي هو وسط بحكي بعد ما بقبض غاز وبطلع، اللي هو وسط بحكي بنزين وبطلع. حتى في المستشفيات يعني؟ المستشفيات هم اللي بودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات يعني بالنهايه هم اللي بودوا السولار، لانه في سولار. مين حماس؟ في عندهم سولار محطات. اه عندهم سولار في، عند اقل شيء مليون لتر. انا بقول لك اليوم اللي يعني اليوم مثلا بتحكي اليوم الخميس، اعتقد من ممكن الخميس الجاي يكون فانش كله فانش. هلا المحطات ملانه وفي بياخذوا منها بودوا السولار للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق الشحن بودوا للمستشفيات. ولسه ولا هم اسمع لحتى بيحطموا في البلد صراحه. انفاق كل شيء لسه ما تبهدلوا يعني صراحه، لسه ما هم ماسكين كل شيء صراحه يعني. وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون لاقل شيء، في نص مليون لتر دائما انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها اماره. في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء سيء. اما لو الشعب كله مات، كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتأثر، بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا.